فام 69 هاجر الحناشي على اي فام احلى راديو 8:14 دقيقة على اي فام احلى راديو. كل عاد نستفتحوا الساعة متاعنا بكلمة خير مع فايزة العرفاوية. صباح الخير. نحكي اليوم على محبة من نوع خاص برشا. نحكي على محبة تتراوح فيها المشاعر بين الغيرة والمعزة. نحكي على إنسان وقت نتعب يهز علي حمل الدنيا. نحكي على محبة ما تفاش. نحكي على عشقة تربط بها الآخر نهار في حياتي. نحكي وكلامي ما يفاش على شخص إذا نهبت دمعة يهبت ألف. نحكي على عبد يشبه البابا في خوفه علي والأمي في حنيتها علي. كلامي اليوم على سند الدنيا. نحكي على خويا. الخو هو مزيج غريب عجيب بين تفاصيل بابا وحنية أمي. مزيج بين الصديق الصدوق والخو اللي يكون في ظهرك يحميك حتى من همس الليل. كان شفت منه صعب إن نقولك راهو حرص. كان شفت منه وفهمت إنها قسوة إن نقولك راهي محبة كبيرة. خوك هو سند الدنيا. خوك هو عمرك والحب اللي ما يتبدلش وما يتغيرش مهما صار بيناتكم. خوك لحظون الدافي والعوض من ربي لأي حاجة عزيزة تفقدها. الخو هو لحنين اللي مهما يكون عمره راهو ما يخليك ومعزتك في قلبه ما يبدلها شيء. الخو هو العلاقة الأصدق. خوف بلا مصلحة. حب من غير أنانية. هو جبل اللي في أي وقت تميل بيك الدنيا تسند روحك عليه. الخو هو الجدار الثابت اللي تستعين به وقت الشدة. هو نصف أب نصف صديق سند في الضيق. الخو الأخت وظل وسكينة وسند. الخو هو المؤنس والصديق والرفيق. هو الأمان في الدنيا هذه بعد ربي والوالدين. هو الإنسان الوحيد اللي مستحيل يخذلك مهما خليتك الناس وخليتك الدنيا. مرسي فايزة يعطيك الصحة ربي يخليك. إن شاء الله ربي يفضلنا أخواتنا الكل. إن شاء الله ربي يعطيهم الصحة وطول العمر. إن شاء الله ربي يخليهم لينا سند. كما قلت أنت في الدنيا واحد من غير أخواته ما يسوى شيء. في وقت ما فماش برشا نجموا نعملوا عليهم يكونوا سند. صحيح. ولو أنه راهو ساعات ربي سبحانه النجم يرزقك بأصدقاء راهم باهين ينجموا يكونوا حتى خير من أخواتك. بيان سور. حتى ما فهم في الأخوات كيما نسوي على الدين. مش ناس كل باهين مش ناس كل خايبين. ديما نقولوا اللي عنده حاجة باهية إن شاء الله ربي يبارك له فيها. آمين يا ربي. الصحبة الباهية والأخوة والحكاية هذه الكل رزق من عند ربي. ربي إن شاء الله ربي يرزقنا لكن بالبهي هجورة. أمين يا ربي. أمين يا ربي يعطيك صحة. سينو شوي آخر مش يكون بحضينا أيوب ناجم باش نحكي لكم اليوم كيفاش تنجموا تدخلوا فلوس من جوجل مابس. كان ما تعرفوش الحكاية تبعوا شوي آخر ما قبل هذه توتسوي جيت بحضينا جيجي لنفت أحلى راديو. رجعنا لكم من جديد 8:22 دقيقة على إي فام أحلى راديو. جي بحضينا أيوب ناجم اليوم باش نحكيوا على كيفاش نجموا تدخلوا فلوس من جوجل مابس. يا جماعة انتم تحطوا مابس جينيرالمون. صباح الخير ساعة أيوب. صباح النور. صباح الورد. جينيرالمون يحطوا مابس هما باش يمشيو يشوفوا قهوة يشوفوا تي يشوفوا بلاصة يشوفوا بوتيك يشوفوا طبيب. ما في بالهمش اللي كي نجموا يمشيوا ويعملوا برشا فازات أخرين ينجموا يدخلوا فلوس من جوجل مابس. يا سيدي هكا ولا لا؟ بالضبط. تصور الناس الكل تتسائل كيفاش جوجل مابس نجموا ندخلوا منه فلوس. ماهي كالعادة ديما نحطوا قواعد ونبنيوا عليها. أي. جوجل مابس ماهوش هو باش يخلصنا باش يعطينا فلوس. ما فماش موقع يقول لك يطلب منك حاجات معينة تعملهم باش يخلصك الا بنسبه قليله وملاليم يعني ما تعني حتى شيء ما تنجمش تبني عليها بزنس اونلاين. دونك القاعده اللي هي ديما تستغل الوسائل هذوما من انطلاقا من الانترنت والموجود فيها باش توصل تسوق خدمات ولا تسوق دي برودوي نتاعك انت. وتنفسروا كيفاش تستغل جوجل مابس في الحاجه هذه. والاهم هاجر اللي الفكره نتاع اليوم معناها ما استحقوش فيها رسمال وما استحقوش فيها مهارة. في اللي روبريك اللي تعداو الكل يزمك تتعلم مهارة يزمك تتعلم مهارة. سيدي اليوم غير ما تتعلم مهارة لبي ساكا سهلة ميرل ركز وكها شوي تركيز. بالضبط. به نقطة الانطلاق متاعنا هاجر هي أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسط. خلينا نكونوا متفقين ما فماش صاحب مشروع ما يهموش ولا ما يحبش يطور من مشروعه ويكون هو من المميزين بارابور لكونكيرون تاعه. انا نشوف من راهي كصاحب مشروع نرقد ونقوم على الموضوع هذا شغلي شاغل اني نجح لي بروجي نتاعي. دونك اي شخص عنده مشروع تنجم تنزل على الفلسه هذيك باش تبيع له باش تسوق له. دونك فينا خلطوا لهم اصحاب المشاريع توا نحكيوا في 2024 تقريبا ما فماش بروجي مهما كان يبيع في دي برودوي ولا في سيرفيس ما عندوش تواجد اونلاين. اي مي التواجد هذاك في خلل وفي ثغرات اللي نحنا نجموا نبنيو عليهم ونجموا نستغلهم. وفين تنجم تلوج عليهم ما خيرش من جوجل مابس. دير ريسيرش بسايت ديمو كليب سايت تنجم توصل للفئه اللي انت حاجتك بها. خلينا نزيدو نبسطو هجر باش تحلل جوجل مابس باش تختار فئه نتاع مشاريع
نعطيك مثال، مثلا لي سالون دو تي، لي باتيسري، لي سالون دو كوافور، لي سوسيتي دو سيرفيس، لي سال دو سبور. اكزامبل مثلا تايبي سال دو سبور في الزون تاع العوينه بار اكزامبل، مش يطلع لك تقريبا جوجل مابس لي سال دو سبور اللي موجودين في العوينه، كل نمر تليفوناتهم ولي زادريس نتاعهم والمعلومات اللي تستحقها. دونك باش تختار لي سوسيتي هذوما تدخل باش تعمل اوديت كامل عليهم، شنو قاعدين يخدموا، شنو الثغرات اللي عندهم، فين شنو لازمهم يحسنوا باش يقويوا في الايفنت نتاعهم وفي الفيزيبيليتي نتاعهم، وباش تبدا تخدم على روحك. اول الحاجات اللي باش تشكيهم هما تثبت هل عندهم صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي والا لا، هل قاعدين يهبطوا في محتوى بصفه منتظمه والا لا، هل عندهم سيت ويب والا لا. معظم المشاريع في تونس ماكش باش تلقى عندهم دي سيت ويب رغم اللي هو مهم على الاخر. وزاد تثبت هل هو قاعد يعمل في تسويق الكتروني ولا لا. وزاد تنجم تستنتج كي تعمل دوره في اللي كونت نتاعو في ريزو سوسيو هل عنده خطه تسويقيه واضحه قاعد يخدم عليها ولا لا. وناكد لك خاصه في تونس معظم المشاريع مخلينها على الله هكاك، اعمل باش فيسبوك وسيبها وما فماش نشاط على الفيزيبيليتي نتاعهم اونلاين مو مش محايين تلقى ساعات ببليكاسيون عندها عامين ولا ثلاث اكزاكتومون بالضبط. وهذا بالحق اللي يخلي برشا اصحاب مشاريع بعد فتره يجي يقول لك البلاد صعبت وما عادش فيها خدمه وكذا. لا ما فما حد شيء متبدل، جوست فما تقصير منك انت يلزمك تعالجه. توا عصر نتاع ماركتينغ دونك يلزمك انت تمشي للناس ويلزمك انت تعرض لي سيرفيس نتاعك ولا لي برودوي نتاعك باش هما يشريو من عندك، على خاطر كما فماش انت فما غيرك اللي هو قاعد يعمل في الشيء هذا. بعد ما تعمل لوديت هذا باش تعرف الثغرات اللي عنده، كون متاكد بنسبه كبيره ماكش باش تلقى عنده سيت ويب، ماكش باش تلقى عنده خطه تسويقيه واضحه قاعد يخدم عليها، واللي بوست اللي هبط فيها مع لي ريزو سوسيو نتاع مره في الفعل ولا ما فماش انتظام ولا ما فماش كاليتي باهيه اللي توصل اكثر للعباد. سي بون عملت اوديت كامل عرفت فيش هو مقصر، ماكش باش تقف غادي تمشي تلوج على كونكورون ليه. واكيد في كل اكتيفيتي ولا كل اندستري ولا كل سبيسياليتي نجم كامل معبي باللي كونكورون ديجا. بالضبط، لا فما شكون من اللي كونكورون دوكم قاعد يعمل في كل شيء مريقل منظم افيك بيرفكسيون زيت. توا باش تحطوا اون كومباريزون معاه، بيسكو انت عندك النمر وعندك الادريس وكل شيء باش تكلموا ويا على السلامه راه انا شفت عملت طلع على اللي كونت نتاعك، شفت الخدمه اللي قاعد تخدم فيها الكل وشفت برشا حاجات ناقصه، ومشير المقابله شفت الكونكورون نتاعك اللي هو يعمل في نفس الاكتيفيتي اللي تعمل فيها انت عنده هذوما الكل، ونتصور اللي راه قاعد يوصل اكثر العباد وقاعد يبيع. دونك انت عندك شويه حاجات يزمك تخدم عليهم وانا نجم نعاونك، وكان عندك دي ريفيرونس راني انا عاونت البروجي اكس واي باش هما وصلوا لي زوبجيكتيف هكاي. وكون متاكده كي تحط اي صاحب مشروع اون كومباريزون مع كونكورون مش يتحرك من داخل وماذا به يعمل ردة فعل مثال، خلينا نستغلوا الغرائز هذه نحن قاعدين نسوقوا. دونك يزم تخدم على العاطفة وتستغل الغرائز نتاع العباد باش تبني عليهم وباش تخلط للي زوبجيكتيف نتاعك. دونك تستعرض له شنو هو اللي ناقص فيه وشنو ينجم يضيف له، وكون متاكد اللي انت باش تعمل معاه ديل باش تعمل معاه صفقه حتى كان مش في موطن خلل واحد ولا في حاجه واحده بلوتو في برشا حاجات نجم تتفق معاه في حاجه واحده في سيت ويب في كونتوني منظم على لي ريزو سوسيو ولهنا تبدا الخدمه. كيف ما قلنا ماكش مستحق باش تتعلم مهاره، اعمل ديسو تريتون اعمل عباد تتعامل معاهم في المجالات الكل، لي ديفلوبور اللي نجموا يخدموا لك سيت، لي جرافيك ديزاينر اللي نجموا يعملوا لك بوست سوشيال ميديا، لي كوبي رايترز اللي نجموا يكتبوا لك الاعلانات وتسو تريتي لهم لهم هما. ونرجع الفكره زاد حكيناها البارح ونسيت عليها في الموديل هذا نتاع الخدمه هاجر، حاول اخدم على دي باك، ما تبيعش يونيتي واحده من السيرفيس نتاعك وتنطلق، لا اخدم على انجاجمون نتاع شهرها وشنو المقابل فيه والشهر هذاك يكون بمقابل هكاك تنجم تولي تدخل من كل كليون عملته مونطون واضح كل شهر والمونطون هذاك يقعد يدخل بصفه متواصله وتزيد تدخل معناها دي كليون اخرين مش تبيع لهم نفس السيرفيس، ولهذا قادر يحقق لك ارقام كبيره على الاخر هاجر وماهوش مجرد كلام تاع ارقام كبيره وكا، وبالحق قادر تعمل منه فلوس محترمه. انت كان تشوف كل سوسيتي تنجم تبيع لها خدمه منظمه بمقابل 500 دينار في الشهر كان تعمل 10 هذو 5000 دينار بار موا، وسهل انك تعمل 50 وتعمل 60 سوسيتي تعمل لهم في دي كونت تعمل لهم في كونتوني للريزو سوسيو تعمل لهم في محتوى تخدم لهم في تسويق الكتروني، تنجم تعمل خطط تسويقيه واضحه واللي سهل انك تتعلم شيء هذا ولا تسوتريتيه. لو كي نقولوا سهل معناها تشد كتاب نتاع كيفاش مثلا ذا وان بيج ماركتينغ بلان كيفاش تعمل خطه تسويقيه في صفحه واحده وتولي قادر تسوق لاي مشروع وتنجحه من خلال اللي كنا نحكيو فيه. دونك الخطه التسويقيه تنجم تبيعها بمونطون فيكس اللي مثلا 100 دينار ولا ينجم يكون حتى اكثر مره واحده وتنجم تبيعها برشا مرات جوست تقعد موديفي على حسب كل بروجي والخصائص نتاعو. دونك هذا كيفاش نستغلوا جوجل مابس
وبالحق فما فلوس غاديكا، وعلى قد ماك مش تابي وتعمل دي ريشيرش، على قد ماك باش تلقى شركات اللي نقصهم برشا حاجات واللي انت تنجم تكملهم وتنجم تضيف لهم وتخليهم هما يقدموا بالمشاريع نتاعهم. والتسويق الناجح ونجاح المشاريع في تونس راه عنده امباكت كبير على الايكونومي، خاطر المشروع اللي باش يقدم وينجح اكيد باش يزيد يخدم مع ناس اخرين، وهذاك باش حاجتنا في الفتره هذه تحديدا. باهي يعطيك صحه ايوب، الله يخليك. فكره باهيه اليوم كيفاش نجموا ندخلوا فلوس من جوجل مابس، خاطر برشا عباد ما يعرفوش الحاجه هذه وما يجيش البالهم اصلا اللي نجموا يستغلوا جوجل مابس كي من هكايا باش ينجموا يدخلوا به فلوس. يعطيك صحه ايوب. شكرا. يعطيك صحه هجري. عايشك بارك الله فيك. يعطيك صحه الله يخليك. سينو شوي اخر استناه وزميله محمد شيحه باش يهزنا لقليبيا، اما قبل هذه باش نمشيو توتسويت 38 دقيقه مع انيسه المكشيح في اي اف ام اكسبريس. رجعنا لكم جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى كش 9:30 متاع الصباح، وقايت نمشيو نعملوا طلك العدم مع زميلنا محمد شيحه اللي كل مره يهزنا البلاصه معينه فيها برشا فيها بحر مزيان. اليوم اختار باش يهزنا لقليبيا. اليوم باش نحكيو على مدينه تاريخيه نلقاوها في اقصى الشمال الشرقي واللي تبعد على العاصمه 105 كيلومتر وعلى سيسيليا 60 كيلومتر كهو. المدينه هذه قائمه على البحر اللي نلقاوها داير بها من ثلاثه جهات. اليوم احنا في ولايه نابل وتحديدا في قليبيا، البلاد اللي عندها اهميه اقتصاديه كبيره بحكم الميناء الموجود فيها اللي هو من اهم اللي عندنا في تونس، ويوصل يخرج حتى 15000 طن في العام. هذاك علاش مهنه الصيد نلقاوها مهنه اساسيه. المدينه هذه فيها تاريخ قديم برشا يرجع حتى للبيزنطيين والرومان، ومن اهم المعالم الاثريه الموجوده هي القلعه القليبيه وهي موجوده فوق هضبه عاليه. المدينه هذه تعرفت باسم جوهره الوطن القبلي اللي تحتل ببحرها المرتبه السابعه عالميا، بحر من اروع ما تنجم تشوف، ماء صافي ونظيف. هذاك علاش نلقاوها تنافس العواصم السياحيه في بلادنا وتلعب زاده دور كبير في السياحه الداخليه والخارجيه. نلقاو في قليبيا شطوطره مليه طويله وفيها كل شيء من مطاعم ومقاهي وديار خلاعة زادة. النهار في قليبيا يتعدى روحه خفيفة، تبدأ بقهوة على موج البحر وتوفاه بحويتة فرشكة من بحرها في العشاء. وهكا كانت حلقتنا لليوم، نتقابلوا غدوة. يعطيك الصحة يا حويتة يا محمد شيحة، ربي فضلك على الدورة المزيانة هذه في قليبيا. ننصحكم تمشيوا تعملوا غطسة في قليبيا على خطر البحر بالحق عالمي وعالمي جدا. سينو من قليبيا باش نمشيوا للقصرين مع زميلنا عنتر السومالي اللي موجود توا في الكنان في حي العمال بالضبط. دونك مرحبا بيك سي عنتر، صباح الخير. ألو به شوية آخر، دونك شو يكون معنا حاضر ونزين به لوتون اللي يجي بحذنا سي عنتر بالتليفون اللي شو يكون متواجد في الكنام في القاسرين. كالعادة نخليكم على الموسيقى، هنا راجعين على EFM أحلى غديو. 8:38 دقيقة، معنا زميلنا عنتر السمعلي من القاسرين متواجد حاليا في الكنام. مرحبا بيك سي عنتر. معروف هي صباح النور، هي صباح النور لكل سادة المستمعين. احنا تم اكيد كما قلت احنا في الكنامة تاع القاسرين، وين عملنا هد صباح بطبيعة في الكنام، حابين نشوف الاجواء نتاع الاداره، نشوف اجواء العمل المواطنين. باش نعطيك يعني وصف ربما اللي موجود توا في قاعه انتظار، مجموعه كبيره تاع كريستي وزاد كذلك معناها الامور تقريبا منظمه، لان ما عنديش حاجه اشكاليه معناها مش ملاحظه، ثم بالارقام ثم بالعدد ثم مواطنين. معناها حبيت ثم شكون ناخذوا على المباشر معانا في الراديو يحكي لنا على ربما ثم شكون رافض ما حبش يتكلم، ثم ربما ما حبش يعطي رايه، لكن المحل الان موجود. بالنسبه للمواطنين ثم ثلاثه جيشيات، ثلاثه جيشيات يعني فاهم المواطنين يخدموا. ما فماش اكتظاظ كبير برشا الحقيقه اليوم، دونك هذا اللي موجود اليوم بالنسبه له. ثم كوتي معناها في القاعه تاع الاستقبال اللي هي كانت نورمالمون يخدموا فيها مواطنين اخرين معناها، لكن المره هذه مسكره. اللي سالت عليها لانه ثم بروجي جديد في الكنام في قاسرين اللي هو خاصه بك الادويه الخاصه بالامراض، عفوا في الامراض السرطانيه معناها الامراض اللي لانه كان المواطنين يمشوا لسوسه مثلا يمشوا الولايات الاخرى المجاوره يقعدوا يعني يشدوا الصف ويبقى يخفي موعد باش ياخذ الدواء هذاك. تم مؤخرا معناها برمجه نقطه او في الصيدليه الخاصه بالادويه هذه، ادويه ذات خصوصيه
قاعدين يحضروا فيها في الجناح هذا اللي مسكر توا في الكناع. بالنسبه للمواطنين اللي ما حبوش يدخلوا، ما عندكش فكره علاش ما حبوش يدخلوا؟ شنو السبب؟ الحقيقه ما فماش حاجه واضحه، ما نجم ربما يقول لك ممكن نقول حاجه مثلا ولا تتعطل لي وقت تبعنا، ولا كل واحد كيفاش يعني. المواطنين يخافوا من هذا ربما. عندكش فكره على سرعه الخدمات؟ اسكو في سافيزا يقضوا شو يقضيو شو هم غادي في الكنا نتاع القصرين والا لي؟ شوفوا في العاده كنا قبل يعني كنمشوا الكنا نلقوا صف من الاربع تاع الصباح، صباح مش الاربع انما ساعات 6 7 تاع الصباح يبدا صف كبير قدام الكنا، ومازالت الاداره ما حلتش وقتها. تو نقص شويه الضغط لانه تعال الفرع في فريانة، في معتمدية فريانة اللي نجم يغطي معتمدية نجم العباس وفريانة و معناها حاسر فريد شوية يعني البارتي هذيك كل في المكتب اللي تحل معناها في فريانة، في سبيت لازم تحل المكتب معناها في معتمدية سبيتنا اللي خفف الضغط لأنه يعني يشمل معتمدية سبيبة وجدليان وسبيتلا، هذاك علاش معناها خف شوية الضغط في في الكنامة نتاع القاسلين لحد هاللحظة هذه. باه سينو عندكش فكره قديش مده الانتظار جينيرالمون كان واحد يحب يمشي عنده ورقه باش ياخذها في الكنام، قديش يقعد يستنى؟ شوف انا سالت مواطن على ورقه نتاع الدواء قال عندي شهرين معناها نستنى باش يرجعوا لي على الدواء. هذا مواطن معناها فهمتني، قال عندي شهرين نستنى باش يرجعوا لي على الدواء مبدئيا. حبيت ياخذ معي معناها يدخل معنا على المباشر لكن هو معناها امتنع ما حبش يدخل معنا على المباشر. دونك المشكلات نتاع استرجاع الفلوس يعني تبقى شويه معناها شهرين ثلاثه شهر كل واحد كيفاش المده، وزاد كيف هذه هي اكثر شيء استرجاع المصاريف. ايش باهي يعطيك الصحه عنتر، كان عندك حاجه تحب تضيفها تفضل. مبدئيا هذا هو الموجود توا، دونك ان شاء الله تتفاعل المواطن على المباشر يطلب فينا رقم 89 رقم نتاعك هذاك. دونك لحد الان الامور معناها واضحه، ما عنديش حاجه نجم نضيفها بالنسبه للقناه. باهي يعطيك الصحه عنتر بركه الله فيك. كان معنا زميلنا عنتر السمعلي من القاسرين، كان متواجد في الكنام مباشره من حي العمال في القاسرين، وبلوزوما الاوضاع ظاهريا معناها ممتازه، مي المواطنين ما يحبوش يحكيوا على خاطر في مشاكل اخرى. ان توكا ان شاء الله تتفضل المشاكل هذه، مشكل في الكنام تاع القاسرين في الادارات التونسيه الكل. سينون شويه اخر ولا توت سويت جيجي نحكيوا على سمراء، شنو حكايه سمراء ولا شنو تحب جيجي نعملوا؟ تحب نعملوا في الترافيك نعملوا سمراء؟ نحب نحكي على سمراء. اي خاطرني نحبوا برشا. اي غنيته محليها توا سمراء بالنسبة لأنا وزيدا بالنسبة للجمهور رقم واحد في تونس. سمراء البارح هبت في انستغرام ستوري كتب فما مرض يقتل فيا اللطف. بو انا حسب معرفتي شويه لسمراء معرفتي بيه خاطرني مغرومه بيه وناس ما برشا تنجم تكون هذايا تيتر نتاع اغنيه جديده. سمراء كانت تسمع فينا كلمنا على اي اف ام وفسر لنا اسكو هذايا اغنيه جديده ونطف عليك من اي مرض يقتل فيك، اما انا نصورها اغنيه جديده. بعد ستوري هذايا يهبط سمراء هذه اخر حفله ليا لا فامي باش تصير في حياتي، نحب جمهوري والناس اللي نحبهم الكل حاضرين. ولاباس لاباس باهي، ما عادش عنده حفلات اخرى هو بخلاف الحفله اللي باش يقيمها ولا لا؟ اخر حفله عملها في قمرت. المشكله كيف ربطوا العبيد المرض يقتل فيا واخر حفله تفجعنا على سمراء برشا، دونك نحبوا نتمنوا عليه. لهنا فيستيفال القنطاوي يهبط بلاغ خاطر بريفيو فما حفله نتاع سمراء نهار 20 جويليا. قال اللي سمراء هبت الستاتيو هذيك اللي اخر حفله ليه 17 جويليا. دونك لهنا سؤال، الحفله نتاع سيدي بوعلي باش تتقام والا لا؟ وسمراء مازال ما لحد الان مازال ما وضحناش النقطه هذيا، ونستناو سمراء ونستناو جديد وما تهربش علينا سمراء، وكان فما سبب يفسر لنا ما يخليوش هاي التصويره نتاع سمراء. فرحانه هي خاطر نحبوا برشا. دونك سمراء ما فهمناش شنو اللي فما، ان شاء الله ان شاء الله تطلع بالنسبه لي انا ان شاء الله تطلع حاجه جديده قاعد يروج لها ولا عمل جديد
ما فماك الحاجات هذوك ما اللي عملوهم بين الاسطر باش هو ما يسحقش بس خاطر ما شاء الله عليه لايمات هذوما. لا البوز للغنيه معناها جست ان افون جو بلوز او موان للغنيه. بيتيتر افون جو للغنيه مرض يقتل فيا ان توكا لطف عليه وان شاء الله سورتو الحفله نتاع القنطاوي وجمهوره في سوسه يستنى فيه ان شاء الله يكون حاضر معاهم. ان شاء الله يكون حاضر معاهم وان شاء الله يطلع جوست تيتر جديد وحتى كان نتصور يمكن يقول المرض يقتل فيا وبعد معناها هبط وقال باش نوقف يمكن الحفلات يمكن الشهره والخدمه والستريس نتاع الخدمه والكونكورونس ويمكن هذيك هو جو ساعات ينجم يوصل واحد لحد معين اللي ما عادش ينجم ياخذ بوز يرتاح فهمت ولا معناها ان شاء الله يكون قرار هكا اشو خذيه سمره ومن بعديك ان شاء الله يتراجع خاطر مازلنا نحبوا نحضروا حفلات ومازلنا نحبوا نسمعوا سمره. اه وقال لك حياتنا برشا اسرار هو ديجا يحكي على روحه في غنيه ترى. سمارة خليك تغني وان شاء الله ديما تغني وان شاء الله رابريت نتاع تونس الكل يقعدوا يغنيوا على خاطر توا اللي فخر لينا راهو يسمعوهم باغتو دون لو مون دونك سمارة ما تهربش عاد خليك معنا ان شاء الله وانت زاد ما تهربش على خاطر توتسيت شو نعملوا طلا ونشوفوا اجواء الكياسات في الانفوترا فيك عندنا من توا حتيك شو للتسعة ونص شويه اخر استنى باش تكون حاضره بحدينا دكتوره ألفا الشرفي طبيبه مختصه في الامراض الجلديه باش نحكيوا على البقع البنيه اما قبل هذا زميلتنا ايمن الميكي اليوم عيد ميلاد امها دونك هي تحب تقول لها عيد ميلاد سعيد ماماتي وتحب تقول لها راني نحبك برشا وان شاء الله ربي يخليك لينا دونك مامات ايمان ربي يفضلك انت سيده وان شاء الله ربي يعطيك الصحه وطول العمر وان شاء الله كل عام وانت حايه بالف خير. كل عام وانت حايب الف خير ان شاء الله ربي يفضل هيك يا امونه وان شاء الله ربي يعطيها الصحه وطول العمر سينو احنا مكملين مع بعضنا حتى 9:30 ما تبعدوش بعيد هنا راجعين.